أنت ذكرت أن الله له السلطان، له السيادة الكاملة، وبنفس الوقت أنت ذكرت أن الله صالح، وهي النقطة اللي ركزت عليها في البداية، أنه عشان ما ننسى أنه رغم كل الأشياء اللي بتصير تذكر أن الرب الله صالح، إله صالح. بس مرات كتير أسيس، وأنت راعي كنيسة يعني أكيد بتمر في هاي الأسئلة، منحس كأنه الله صامت، يعني وينك يا رب؟ احنا بعصر السرعة محتاجينك إسا شوي أسرع. أيوة. شو ردك على الموضوع؟ أنا كتبت في مرة بقول في الوقت الذي تظن فيه إن الله صامت يكون الله في قمة العمل. صمتوا لي حكمة. مفهوم الزمن يختلف عندنا عن عند الله، وأنا ينبغي بقول يا رب اديني يقين، يقين في حكمتك، في محبتك، في توقيتك. ولما أصدق إن الرب ليه توقيته في التوقيت المظبوط هو بيتدخل وبالطريقة المظبوطة، لأن مرات إحنا كمان بنفرض عليه طريقة، إحنا عايزينه يتدخل بس بالصورة الفلانية، بقول لا، ما أبعد أفكاري عن أفكاركم، أنا هتدخل، لكن الأفكار ليست أفكاركم. عمر ما الله يكون صامت، عمره ما يكون صامت في قمة العمل، مش بيتفرج علينا، لأنه حي وناطق بكلمته طبعاً. فهو دايما بيتواصل طبعا ودايما بيتفاعل.